ونستهل أخبارنا بجديد الوضعية الجوية مع حاسبة كروش. أهلا بك حاسبة. أهلا، مساء الخير زهور، مساء الخير مشاهدينا، جمعة مباركة للجميع إن شاء الله. نهار اليوم أجواء شتوية رائعة تعرف أغلب المناطق الشمالية، وبحول الله الأمطار تستمر في التساقط إلى غاية مساء اليوم الجمعة إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير. راح نشوفوا مع بعض النشريات الخاصة فيما يخص تساقط الأمطار، والبداية بأول نشرية أصدرتها نهار اليوم مصالح الأرصاد الجوية، حيث أكدت من خلالها على استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد، والكميات إن شاء الله تتعدى 60 ملم محليا، وهذا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة إن شاء الله. الولايات المعنية كل من ولاية مستغانم، شلف عين، دفلة، المدية، غليزان، كذلك ولاية انتبه مع بعض الولايات المعنية شلف غليزان تيارت وولاية الجلفة. ونشوف بالنسبة هناك نشرية خاصة ثانية فيما يخص تساقط أمطار رعدية غزيرة إن شاء الله. طبعا فيما يخص النشرية الخاصة الثانية، تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الوسطى، استمرار تساقط إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إن شاء الله، والكميات تصل إلى غاية 40 ملم محليا، وإن شاء الله هذه الأمطار ستستمر في التساقط إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إن شاء الله، مع استمرار يعني بعد الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة تستمر بعض الأمطار إلى غاية الفترة الليلية. الولايات المعنية كل من تيبازا، الجزائر العاصمة، البوليدة، تيزوزو، وولاية البويرة. بالنسبة للرياح مشاهدينا، هناك تنبيه فيما يخص هبوب رياح قوية إن شاء الله مرتقبة لنهار اليوم، حتعرفها السواحل الشرقية وكذلك السواحل الغربية كما نلاحظوا في الصورة. والرياح إن شاء الله نهار اليوم سرعتها ستصل إلى غاية 50 كيلومتر في الساعة، بداية من الساعة 9 من صباح اليوم، لتستمر الرياح في الهبوب إلى غاية الساعة 6 من مساء اليوم الجمعة. السواحل أو الولايات المعنية كل من ولاية بجاية، جيجيس، كيكدا، عنابة، طارف، مستغانم، وهران، وكذلك ولاية عين تيموشنت إن شاء الله. الآن مشاهدينا نشوفوا مع بعض فيما يخص خارطة توزيع تساقط الأمطار إن شاء الله خلال الساعات المقبلة. نتوقع إن شاء الله تكون كاينة أمطار إن شاء الله تكون معتبرة محليا، وهذا خلال الساعات المقبلة حسب خارطة توزيع تساقط الأمطار. لا بأس نتبع مع بعض التفاصيل خلال الساعات المقبلة. أمطار متفرقة نتوقعها إن شاء الله صبيحة يوم غد السبت بحول الله، أمطار تكون متفرقة على فترات فيما يخص الأمطار إن أمكن فيما يخص خارطة توزيع تساقط الأمطار. للأسف مشاهدينا الأمطار إن شاء الله أن يوم غد تبقى دائما أمطار تكون متفرقة صبيحة يوم غد على المناطق الشرقية، طقس نوعا ما حيكون مستقر يوم الغد السبت على المناطق الغربية والوسطى وحتى المناطق الجنوبية. بالنسبة ليوم الأحد تبقى دائما أجواء نقدر نقول لها ربيعية إن شاء الله، طقس مستقر، وفيما يخص المناطق الجنوبية كذلك أجواء تكون مستقرة، لكن بحول الله الأمطار تعود من جديد يوم الاثنين، تميز أغلب المناطق الشمالية إن شاء الله. لا بأس فيما يخص نعود إلى خارطة توزيع الكتل الهوائية ودرجات الحرارة المرتقبة خلال الساعات المقبلة. نتوقع أن تكون درجات حرارة نوعا ما فصلية خلال الساعات المقبلة الحمد لله، يعني حيكون أول أيام شهر الفضيل المبارك تكون درجات حرارة فصلية، نسجل ما بين حوالي نقدر نقول 11 درجة إلى غاية 14 أو 15 درجة كأعلى مقياس إن شاء الله، بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الاثنين على المناطق الشمالية. بالنسبة للمناطق الجنوبية كذلك درجة حرارة نوعا ما فصلية، وتكون حارة نسبيا فقط على وسط الصحراء المدينة إن صالح رجال، وكذلك على إنجزام وبرج بجي مختار. بهذه المناطق إن شاء الله مشاهدينا راح تلحق إلى غاية 40 درجة، أما بباقي المناطق الجنوبية راح نسجل ما بين حوالي 25 حتى ل 30 درجة، وهذا خلال الساعات المقبلة. الآن نشوفوا حالة البحر المهتمين بالملاحة البحرية، نلاحظوا يبقى دائما بحر نوعا ما من قليل الاضطراب إلى مضطرب وهائج أو هائج محليا أقول، خاصة على السواحل الشرقية يوم غد السبت، رياح قوية تلحق سرعتها إلى غاية 60 أو 70 كيلومتر في الساعة، وعلو الأمواج إن شاء الله يوم غد على السواحل الشرقية يصل إلى غاية 4 أمتار. بالنسبة ليوم الأحد والاثنين لاحظوا بحر شديد الهيجان على طول الشريط الساحلي مع رياح تكون جد قوية سرعتها ما بين 60 إلى غاية 90 كيلومتر في الساعة، يعني نلاحظوا لون برتقالي راهو يخص السواحل الغربية
يعني علو الأمواج حسب مفتاح الخريطة سيصل إلى غاية 7 أمتار، وهذا مساء يوم الأحد إلى غاية يوم الاثنين، لذلك الحيطة والحذر لكل مستعملي الملاحة البحرية. بالنسبة لاتجاه الموجة تكون من شرقية إلى شمالية شرقية إن شاء الله، وهذا على طول الشريط الساحلي. وضعية جوية نوعا ما مستقرة إن شاء الله، تكون كاينة أمطار على فترات، درجة حرارة تكون فصلية وتكون درجة حرارة جد لطيفة إن شاء الله، خاصة خلال الساعات المقبلة، يعني بداية من يوم السبت إلى غاية يوم الاثنين كأقصى تقدير إن شاء الله. ونتوقع إن شاء الله يا رب يعني تكون أمطار متفرقة خاصة يوم الاثنين، حيكون استقرار مؤقت يومي السبت والأحد، تعود الأمطار إن شاء الله يوم الاثنين المقبل بحول الله. في الأخير مشاهدينا مسبقا نقول لكم رمضان كريم إن شاء الله، يعني خاصة أن نهار اليوم مساء اليوم حتكون تحري هلال رمضان، إن شاء الله يدخل علينا رمضان بالخير والبركات، والأمطار راهي كاينة خير إن شاء الله خلال الأيام أو الساعات المقبلة مشاهدينا. نعود الآن إلى زهور لاستكمال بقية الأخبار. شكرا لك حسيبة على هذه الورقة الجوية، شكرا جزيلا لك. إذا نمر الآن